بعد تكرار المشاهد الماساويه لاندلاع حرائق في منازل كان اخرها اندلاع حريق كبير في منزل في ججوليه ووقوع اضرار ماديه كبيره وخسائر فادحه وبلطف من الله لم تقع خسائر في الارواح عممت سلطه الاطفاء والانقاذ توجيهات ونصائح للمواطنين لتفادي وقوع حرائق مماثله مستقبلا لا شك ان الارشاد والتوعيه والوقايه من النار حتى من قبل افراد العائله والمواطن نفسه هو الاساس والمهم بكل شيء فبالتالي كل معظم او التحقيقات في هذه الحرائق التي ذكرتيها كانت بسبب يعني عدم المبالاه عدم الاهتمام بكل ما يتعلق بتعليمات السلامه والامان وخاصه داخل المنازل ولذلك مهم جدا بالنسبه لنا ان نقول للمواطن عليه ان خاصه هذه الايام اللي الكل موجودين في عطله صيفيه الطلاب وحتى الاهل نفسهم على اساس انه يهتموا بكل تعليمات السلامه والامان والارشاد اذا كان بيتعلق في كل ما يتعلق بالاجهزه الكهربائيه مكيف الهواء التشغيل وايضا التصرفات من جانبهم يرى مسؤولون في مؤسسه حواس للصحه والامان في المجتمع العربي والتي تعنى بنشر التوعيه لتفادي الحوادث المنزليه على اختلافها ان 90% من الحرائق المنزليه يكون العامل البشري مسببا مباشرا لها وبالتالي فان هنالك تعليمات وارشادات وجب اتباعها لمنع وقوع الحرائق وتجنبها أولا يعني الحرائق جزء لا يتجزأ من الحوادث البيتية اللي تحدث بشكل دائم مع مزيد الأسف الحوادث تنتج ولا تحدث يعني العامل البشري هو المسبب الرئيس لهذه الحوادث إذا يعني تسعين في المية من الحوادث التي تنتج هو المسبب الرئيسي لها العامل البشري الإنسان إذا استطعنا أن نغرس في ذهن الإنسان قضية الوقاية من هذه الحوادث نستطيع توفير أكثر من 90% من الحوادث اللي تحدث بشكل عام. جدير بالذكر أنه تم استصدار قرار بمنع إشعال النيران في جميع أنحاء البلاد حتى أواخر الشهر الجاري.